لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. كده تمام 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 كده حلو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي. مرحبا بكم جميعا في جمعية عافية النبوية والصالون الثقافي صالون عافية الثقافي. أولا أنا بشكر كل الحضور، الناس اللي حضرت وضعتنا وشرفتنا. والله لو جيت مكان ده منظر لو جاي وانا صليت وكمان اللهم تقبل منا صيامنا والنبي عافية عافية. سامعيننا كده؟ عايزة تخش جوه عادي صوتك مش مشكلة. كده الصوت حلو كده؟ لا الصوت متضرر شوية. وانت شو عايز تستخدم التاني. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فنان طبعا لازم صوته يبقى حلو كده. حلو طيب؟ ايوه كده حلو. مش كده جرب كده بس يا هوا. جرب قول الهوا هواية. عايز اقول قبل ما ابدا، احنا بنعز نفسنا في صديق ورفيق كان معانا في صالون عافية، الشاعر شريف اللوبي. وبالنيابه عنكم جميعا انا رحت امبارح العزف، كان معايا الاستاذ صلاح وقدمنا التعازي باسمنا كلنا واهله واخواته والناس قد ايه يعني انبسطوا ان احنا رحنا رغم حزنهم على اخوهم طبعا، وعايزين نقرا الفاتحه لشريف بيمن. ويقفلنا جميعا وربنا يتقبل دعواتنا، خاصة ان في ناس صايمين النهارده. هديها الدكتورة منال، انا مش عارف اتكلم والله. تعالي هنا تعالي. خاصة ان في ناس صايمين النهارده وربنا يتقبل منا جميعا. عايز اقول ان احنا في صالون عافية، هو صالون عائلي اخوي اصحاب اصدقاء اهل مع بعض. كل اللي بيحضر معانا بيعتبر اخ وصديق واخت وصديقه، بنكن ليهم كل الاحترام. النهارده احنا كنا عاملين في الصالون فقرة اسمها وجها لوجه. هو منافسة شعرية بين قامتين شردتين، والنهاردة احنا قلنا نحتفل من جوه بيت صالون عافية من الناس الحضور معانا، وده حق الناس اللي بتحضر ودايما منورانا. اتفضل اتفضل اتفضل.
وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا جميعا ونشوف يوم جميل. والنهارده معانا قامتين شهيتين، الاستاذ محمد ياسين الكاشف، وهنقول عنه اللي يستحقه ويقدر وربنا يقدرنا ان احنا نقدر نوفي حقه. والاستاذ عبد العزيز العبدين الشاعر الكبير اللي احنا في النوبه مدينه قدوه ومثل للشعراء، فلاي شاعر النوبه لم يحلم وربنا يعني يكرمه في حلمه يقول ازيك عبد العزيز. تحيه للاستاذ محمد ياسين الكاشف. كلمة الآن للدكتورة نبتة شوقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بالسادة الحضور اللي منورين عافية ودايما بصحة وعافية، والناس الجمال اللي أول مرة يشرفونا أهلا بيهم، والناس اللي أول مرة بقى يشرفونا في المقر الجديد أهلا بيكم، نورتونا يا رب، تكون أنسية خفيفة وجميلة على قلوبكم يا رب. تحية تقدير وإجلال للأساتذة الأفاضل اللي منورينا النهاردة كضيوف للمنصة الكبيرة، للأساتذة الكبار في المنصة الكبيرة من المتواصلين والمشاركين إن شاء الله والمستمتعين بهذه الأنسية. الأستاذ القدير أستاذ عبد العزيز بن العابدين الشاعر الجميل الشاعر الكبير، وأستاذ محمد الكاشف محمد ياسين الكاشف، أهلا بحضرتك من الفيوم من وزارة التربية والتعليم، برضو احنا مرتين ورا بعض وزارة التربية والتعليم منورانا، فأهلا بيكم ونورونا. أنا بحييكم ونسيب الكلمة لأستاذ زين العابدين شعرا هيقدمه لنا أستاذ عوض الأصوات. عايز أقول أنا وأصحابي في صالوننا حبيناهم وحبونا، في قعدتنا في لمتنا في غنى وشعر حوالينا، ومعانا اليوم جونا وبكل الحب سمعونا، بنفرح إننا عافية صحبتنا قلوب صافية، لو ناس كانوا زارونا يحسوا إن احنا في الجنة. الداع اتكمل على ايدنا فسكن بمحبة وادينا، ابدعنا زجل واشعار بروح حلوة بتهوى هزار، ويحلى الطرف فينا بقصص حلوة تشجينا، جمعنا الاله اقدار صورنا عود واحلى اوتار، بنعزف الحياة بينا نتجمع يكون عندنا جميلة الدنيا بينا، وصالون عافية صالون. والله أنا عايز أقول إن المنظر هنا مبهر، والله المنصة كده مش كده، مع احترامي للناس القاعدين على المنصة، المنصة القامات اللي موجودة كل واحد موجود منصة في حد ذاته، فانتوا شايفين اربعة، انا شايف كم مصر تاني، ربنا يبارك اليوم، ربنا يقدرنا بقى طبعا، ربنا يقدرنا والله بجد. الاستاذ عبد العزيز زين العابدين هو شاعر من النوبة، تغنى له معظم المطربين من اول على قريشة، اذا كانت تسمع على قريشة حسين بحر قريشة، على قريشة لا بحر ابو جريشه، وحسين بشير وناصر ومنصور، ومعظم مطربين الجنوب غنوا الاستاذ عبد العزيز بن عابدين. والاستاذ عبد العزيز بن عابدين ليه اوبريتات كمان كتير جدا، وغنى له عمرو دياب، وغنى له محمد منير، وكمان مثل مع عمرو دياب على وسط التلفزيون في آيس كريم في كان مدير أغنية واشتغل في التمثيل.
فشاب العزيز بالنسبة لأبناء الجوبة وأسوان، شاب العزيز يعني قمة الهرم في الكلمة. اتربينا على الأغاني بتاعته، لما جينا هنا وتعاملنا معاه بيتعامل معانا معاملة أخوية، لكن قيمته كل ما بيتواضع كل ما قيمته بتكبر أكتر. تحية لسرعة العديد العبدين و ربنا ومبارك له 33 سنة مش كده؟ سلام عزيز 27 ربنا يبارك له 73 سنة ما شاء الله عليه الله أكبر، ودايما منورنا ونسمعه ونبدأ به سيد عبد العزيز عنده